السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء الصف التاسع، حياكم الله بمتابعة الجزء الثاني من صلح الحديبية. وصلنا بحمد الله إلى الاتفاق الذي دعا له الصلح وبنود الصلح. بنود صلح الحديبية كان ب1 وقف الحرب بين الطرفين مدة 10 سنوات ورجوع المسلمين في عامهم هذا ولهم أن يعودوا للعمرة القادمة. أما الثالثة من أتى محمد من قريش بغير إذن وليه رده إليهم، ومن جاء قريشا من المسلمين لم يردوه. 4 من أراد من القبائل العربية الدخول في حلف قريش فله ذلك، ومن أراد الدخول في حلف محمد صلى الله عليه وسلم فله ذلك. فدخلت خزاعة في حلف الرسول صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكير في حلف قريش. طيب الآن، هل كان هناك ظلم بالنسبة للمسلمين من هذه البنود؟ لا، ليس ظلما، لأنه بعدها كان هناك الفتوحات الكثيرة للمسلمين. بالنسبة من وجهة نظر المسلمين، إنهم غضبوا كونهم لم يدخلوا البيت الحرام في المرة الأولى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى إليهم بأنه عبد الله ورسوله، وأن الله تعالى لن يضيعه أبدا، وأن الصلح سيكون مقدمة لخير كثير يناله المسلمون، لكنهم تباطؤوا في التحلل من الإحرام. فجاءت مسيرة أم سلمة رضي الله عنها حينما شاورت النبي صلى الله عليه وسلم وأعطت رأيها للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يبدأ هو بنحر الهدي ويحلق رأسه، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فسارع المسلمون إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الآن، إيش يعني الإحصار؟ وأن يحول مانع من دخول المحرم بعمرة أو حج البيت الحرام، فيكون التحلل في مكان إحصاره، وهكذا ما حصل مع المسلمين في صلح الحديبية في العمرة الأولى، حوصروا فكان التحليل من مكان الإحصار. كان لصلح الحديبية نتائج يا تاسع، منها زيادة هيبة المسلمين، وهيأ الله تعالى الصلح فترة أمان للمسلمين، انتشر الإسلام ودخل فيه عدد كبير من الناس، حتى إن عدد الذين دخلوا الإسلام بعد الصلح أكثر من عدد من دخلوا فيه قبل. نقدت قريش صلح الحديبية كعادتها في العام الثامن للهجرة بإعانتها بني بكر على خزاعة بالسلاح، وكان ذلك سبب لفتح مكة. دمتم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع في حصة زوم.